تجاهلت الفنانة المغربية دنيا بطمة الاعتذار الذي وجهه لها زوجها المنتج البحريني محمد الترك عبر رسالة مطولة على حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، وطلب من خلاله السماح منها. وجاء أول رد فعل لدنيا بطمة بعد رسالة الاعتذار بفيديو أثناء خضوعها لجلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، ووضعت عليه جزءاً من أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة غلبان. واعتبر الجمهور أن منشور دنيا بطمة تعليقاً بطريقة غير مباشرة على رسالة الاعتذار من زوجها محمد الترك، خاصة وأنها اختارت مقطع من الأغنية التي جاءت كلماتها: لا دفاتوا فاتوا، رمينا بماضيه وحكاياته، دفاكر دمعنا هنا على خدنا يتهيؤاته، ليه حنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب. وأغلقت دنيا بطمة خاصية التعليق على الفيديو، خاصة بعد أن أكدت رسالة محمد الترك الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن انفصال الثنائي وإلغاء متابعة الفنانة المغربية لزوجها عبر إنستغرام وتبادلهما منشورات غامضة خلال الفترة الماضية. وكان محمد الترك قد وجه اعتذاراً منذ يومين لدنيا بطمة متغزلاً فيها، وكتب عبر خاصية ستوريز على حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام يطلب فيها مسامحته قائلاً: من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان. وتابع محمد الترك: أنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي وأقول لها: لا يوجد بنت تزعل من أبوها، ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا يوجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها. وأضاف قائلا: فأنت ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك، أنت من وقفت معي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سندا لك ولا أستطيع أن أنسى. وتغزل محمد الترك في زوجته دنيا بطمة خلال الرسالة قائلا: أنت أجمل وردة في بستان حياتي، لا أستطيع أن أجعلها تذبل، والمسامح كريم، أنتظرك بفارغ الصبر، أعشقك. وكان المنتج البحريني محمد الترك قد أثار تكهنات حول خلافه مع زوجته دنيا بطمة بعد أن نشر عددا من المنشورات عبر خاصية ستوريز تحدث فيها عن الخيبة بعد التضحية. وفي الوقت نفسه نشرت دنيا بطمة رسائل تحدثت فيها عن الخيانة والألم، وفي منشور آخر تحدثت عن الألم الكبير الذي يشعر به الشخص عندما يتعرض للخيانة بفعل بطء الوقت، وكتبت في منشور آخر عبر حسابها الشخصي: الوقت صعب صعب، والدنيا غدارة.